يقول أنا طالب أدرس في بريطانيا، هل يجوز لزوجتي تأتيني بالطائرة لوحدها وأن أكون بانتظارها في المطار حيث أن مرافقتها من وإلى الكويت فيه كلفة مالية؟ صحيح، أنا لا أختلف معك أن فيها كلفة مالية، لكن مجيئها لوحدها فيها كلفة شرعية، يعني الكلفة الشرعية أهم من الكلفة المالية. يعني إذا كنت حريص أن زوجتك تأتيك، يعني الحمد لله تقص لك تذكرة 250 دينار، زين 250 تقريبا، ها اي تقريبا، اذا صار بعد تنزيلات توصل احيانا 150 دينار تذكره بريطانيا، ذاك واحد يقول لي 140. على كل حال يعني رتب وقتك بحيث انت تاتي وتاخذها، قضيه ان تاتيك وحدها غير صح ابدا. حدثني احد الاخوه بعد مول بريطانيا البحرين، يعني اخته تدرس في البحرين وتاتي الكويت بين فتره وفتره، ذاك اليوم من البحرين الى الكويت حاشم عج، اضطروا ان ينزلون في الدمام، ما قدروا يوصلوا الرحله الى الكويت. نفس الشيء هنا إلى لندن، جاهم ظرف أو كذا، نزلت بالأردن، نزلت في اليونان، نزلت مدري بهولندا، مو بالضرورة إن قضية إنك تستقبلها، ليس بالضرورة إنك تستقبلها. أفرض أنت ما استقبلتها، صار لك حادث شيء إن شاء الله بعيد، لكن سبحان الله واحد صار له حادث وما قدر يستقبل زوجته، نزلت بمطار لندن، وين تروح؟ خاصة إذا كانت بعد من نوع الكمخة ما تعرف تدبر نفسها، زين وين تروح؟ زين وبعد إنجليزي ما ماكو إنجليزي صراحة، يعني وين تدبر نفسها؟ يعني صار لك حادث غصب عليك، احنا ما نقول نسيت، لا اقول ما راح انسى مثلا، والله ما راح انشغل لان هذا اهم شغل عندي، صار حادث هي نزلت بلد ثاني، يعني قضية بالطيارة صار لها شيء، يعني قضية ان الانسان يقول استقبلها وتستقبلني، هذا الكلام غير صحيح ابدا. ولا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع محرم، لا يجوز ان تسافر الا مع محرم، سواء استقبلها او لم يستقبلها زوجها في المطار، الامر سيان في هذا.